إنه بيساعد يا أخي. شكراً لك. يعطيكم العافية. ألو، قبل شوي اجا واحد يا معلم من المقاومين، اجا كرمال الارهابي اللي حكيت عنه. لا تشيل عينك عنه ابدا جمال، بمجرد ما يجي الارهابي خبروني. زين ولك لوين؟ يلا وينك ولك عدنان الكلب؟ صار وقت حسابنا. لك شو عم تعمل؟ مشان الله قلي. منشوف لما الطاقم تبعك يحترم الكهرباء. لشوفك لساتك بدك تتزوج يا كلب. شو عم تقول؟ أنا ما عم بفهم إشي عليك. راح تفهم بعد شوي. راح تفهم. راح أخلص من صوتك ونسلك كمان يا عديمي شرف. لا تعمل هيك، أنا ما عملت شيء. بترجاك لا. لا. ليش عم تطولها دكتور؟ ها؟ ليك بسببك قتلت فارة مثل الوردة. مو حرام ولك؟ ها؟ ليك بعدين جمعية الرفق بالحيوان بدهم يزعلوا. حرام الحيوانات. اعترف اعترف وخلصني. اعترف ولك؟ اعترف. انت اللي خبرت عن القنبلة ولك؟ ها؟ بعدين هاي القضية المشهورة اللي قلت عنها شو؟ نحن عنا التغيير والحزب. القضية من وين طلعت ولك؟ أنا ما أهنت حدا ولا رح أسمح لحدا أنه يهين القضية هاي. اللي بيهينوها بالحقيقة هنن أنتو. زعيم، مو شايفه غاب عن الوعي؟ نحن رايحين لعند أوندير هلأ بهالدقيقة. هذا الرجال لا خاين ولا شي، مو شايفه؟ مين بيستحمل كل هذا التعذيب؟ ولو هيك كان نطق من زمان. ولك ولك ما عم تتركوني، ما عم تتركوني يقتل واحد مثل الخلق. انت مو مرة؟ شفقتك اللي فات، شفقتك. روحي يلا خلينا نمشي. فؤاد فكوا الزلمة ونزلوه. طالعوا من هون خلوه ياخذ نفس برا، وطالعوا الفارة الميتة اللي بعبه، وبعدين روحوا لعند الدكتور خليه يكشف عليه. لسه ما مات الكلب الخاين الواطي. شوف هاي المرة رح تقدر تنفذ مني. لا لا امشي انت كمان. منصور انت خليك مناوب هون. تمام. منصور روح انت ارتاح، انا رح اوقف هون. اصلا مات ما عاد يحسن يعمل شيء. انت بنته لبكر يلدز على سنه رمح، وما بيلبق لك توقفي هون. خلص لا تطول بالحكي. اني كون بنته لبكر يلدز يعني اني لازم اكون مضحيه واشتغل اكثر. انا رح اوقف. اصلا انتو عم تتعبوا كثير، يلا روح ارتاح شوي. تمام يسلموا.
أوندير، اسمعني، أنا بآخر فترة راقبته للدكتور، كذا مرة ما فكر بروحه وأنقذ رفقاته، وما عمل أي شيء فيه خيانة أبداً، وإذا كان في أي خيانة، كنت أنا قتلته بإيدي هدول. فهمني ليش عم تحاسبوه سيدي؟ هذا الرجال مو خاين أبداً. أنت متأكدة سهر؟ لا تكوني انفعلتي عاطفياً. لا سيدي، عاطفة شو؟ عملت كل شيء تعذيب بعرفه لحد اليوم، لدرجة أني قتلت حيوان بيحبه وما كان يعترف. أوندير، هذا الرجال عن جد يا أما مجنون يا أما مو خاين. رغم هالتعذيب كلمة واحدة ما حكى، يعني ليش حتى أكذب؟ أنا كمان صدقته، بعدين أنا كمان كذا مرة أنقذ حياتي، إذا كان خاين كان ساعدني؟ معقولة؟ عم تفكروا بعاطفية، والعاطفة هون عنا بالحزب ما حدا بيقبلها أبداً، وهون ما في مكان للعواطف. هذا الرجال ما دام قلت إنه مضر بالحزب معناته هو مضر، وإذا قلت إنه هو مشتبه فيه فهو أكيد هيك. وكلكن أنا اللي وصلتكن لهون، وفي أمور كتيرة ما بتعرفوها، وأنا اللي بقوله رح تطيعوه بس. بهذا المكان أقل واحد بيحمل شبهة لازم ينتهي، وحتى إذا كان بريء رح ينمحي. أصلاً ما في حدا وشكيت فيه إلا وطلع عميل. بعتقد إنه كلامي صار واضح لكم. بس أوندير، بالملاحظات اللي علمتنا إياها. تركي لي الحكي تبع الكتب، أنت كان إلك فترة غايبة عن المعسكر، أي عنصر هون ما بيصير يخبي أو يكون عنده خصوصيات علي. شو هذا التسيب؟ احكي لشوف، وين كنتي؟ أوندير، خلينا نحكي عن انفراد رجاءً. طيب شو بدنا نعمل سيدي؟ هالرجال ما نعم يحكي. رح نقطع له راسه ونرميه للحيوانات، خليهم ينهشوا لحمه. دكتور خلص مدة صلاحيته انتهت، ما عاد في نقاش. دكتور دكتور طارق ما استحمل التعذيب، كابتن سهر قالت مشان تيجي وتفحصه. شو عملتوا بالزلمة؟ يلا الحقني. شو صار لي أنا؟ الكل موجود بالدرس، هلأ وقته، حدا ممكن ياخده على الورشة تبعي والباقي سهل، فهمتوني؟ تمام؟ ماشي أنوار. يلا بنتي، فوتي. طارق، 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 شو عملوا فيك؟ ليش عملوا فيك هيك؟ طارق شو اللي صار؟ ديالا، ها ديالا، ليش اجيتي؟ ليش عم بتخاطري بحياتك؟ اللي كيف بقدر اتركك حبيبي؟ ليش انا مين اللي غيرك؟ يلا قوم، يلا قوم لشوف، قوم حبيبي، يلا قوم، بدنا نروح من هون، انا اجيت لاخذك. يلا ديالا، انت جنيتي، كيف بتخاطري وبتجي لهون؟ حبيبي يلا، كيف تغلطي هذا الغلط؟ كيف بدك يعني ما خاطر واجي لهون؟ هلأ هنن بالدرس، أنور وعدني إنه يساعدنا، لازم طالعك من هون فوراً، بعدين الباقي سهل كتير، بإذن الله رح خلصك من هون حبيبي. يلا يلا ديالا، أنا لسه ما خلصت، ما قدرت أعمل أي شيء أبداً، وجيتي لهون كله راحت على الفاضي ديالا. يلا حبيبتي روحي أنتي، لا تستنيني. إيه أنا انتهيت طبعي. أصلاً بلا ما تتعذبي معي أكتر ديالا، دخيلك روحي. أنا بحياتي ما رح أتخلى عنك طارق، أنا عايشة كرمالك. يلا قوم، قوم كرمالي، يلا. استارح، في دخلاء، استاعد، في دخلاء، شوفي، في دخلاء بالمعسكر. ليش هذا عم يعيط؟ في دخلاء. دخلاء شو؟ في دخلاء بالمعسكر. رفقاته للدكتور صاروا هون. سلاحك معك، يلا بسرعة بسرعة. انتشروا لك، انتشروا بسرعة، الكل يحمل سلاحه. يلا بسرعة، استعجلوا، تعال هون لك. كيف كيف عملت هيك يا كلب؟ كيف هيك صار؟ كيف لك؟ هدول أكيد المقاومين سهر، يلا تحركوا. أمي،
شوفي بنتي، امي ابي كمش ولا حسن يا امي، عم بتهمه انه هو ارهابي وعميل. اخ منك يا عدنان، انت ما رح تتغير، مستحيل تكون بني ادم، هذا الرجال ما بيعرف شي عن الانسانيه. طولي بالك بنتي، رايحه اشوف شو القصه. انت استنيني هون ما بتأخر. ولك مين انت لحتى تاخذ بنتي ولك؟ ما كنت بعرف، بتقول قالت انه ابوها ميت، لو كنت بعرف كنت اجيت وبست ايدك. ولك حتى رجلي ما فيك تبوسها. ها؟ ما تاكل هم، ما عاد في داعي تتزوج ابدا، ما رح تستمر كثير، رح خلصك من مشكله كبيره وما رح يضل في اي داعي لتتزوج. المناوب فاق اختي ديالا، يلا عجلي. زهرة خلص انت تركينا هون. زهرة اسمعيني، تركينا خلص، تأخرنا كثير، تسطحي على الارض. ديالا طارق، ديالا طارق، انا مالي قادرة نوقف. طارق بترجاكي روحي وخلصي حالك انت. يلا معقول؟ ما رح اتركك طارق، بترجاك في بقى طارق، شباك اصحى يلا قوم، بترجاك طارق في طارق. لا تحرك. طارق قوم. لا تحركي. وليه انت كيف فتي لهون ولك؟ ها؟ كيف فتي؟ كيف فتي؟ فتت وايدي ورا ظهري وبكل رياحة، كلكم على بعضكم ما بتسووا مقاوم واحد. انت شو عم تقولي ولك؟ خدوا هاي المرة من هون. لو بدي موت وضحي بحالي رح انقذك طارق، هدول الناس محتاجينك. ليكو شو هالحب هذا كلياته؟ ولك هدول عن جد ليلى ومجنونة. معناتها مين بكون انا يا ترى؟ ها؟ مين بده يقوس هذا الحبيب؟ الجبار الزعيم. ولك بتعرفوا شو بلا مزح لبقلي كتير هذا لقب الجبار الزعيم. ليكي شوفي بعينك سهر، الدكتور خاين ولا مو خاين؟ رح نعرف بعد هلأ سهر، مرته بدنا نقتلها قدام عيونه، وإذا قدر يتذكر ما رح يضل من دور ردة فعل. خدوا له الكلب على المستوصف وخليه فيه، وبعدين رح ناخده على امتحان ورح نشوف قديش رح يقدر يستحمل هالمرة. رح يقتلوا ديالا لحتى يعرفوا إذا الدكتور بيتذكر شي. والله أنا خايف كتير عليهم عمي. آه يا بنتي، أنا قلت لك إنه هاي المواضيع خطرة كتير، ليكي هلأ الموضوع صار بخسارتين. لا، هذا الموضوع أنا اللي بديته، أنا اللي رح أنهي، ما عاد فيني انتظر ليوصلوا المقاومين، أنا رح روح وخبرن. اللي بدي إياه منك لما بفيق الدكتور قل له إنه اللي رح يصير هو امتحان. هذا في خطر عليك يا زهرة، حتى إذا طلعتي من المعسكر ما رح تقدري تلاقيهم، مين بيعرف وينهم هلا؟ معناتها رح حاول اتصل فيهم على لاسلكي. طالما تورطنا اليوم ما رح نتورط مرة تانية. لك عياش، شقفة لاسلكي ما عرفت تصلحوه؟ آخ يا معلم زيدان آخ، لو هذا العقل يلي حامله كان بيشتغل قد نص عقله لعزه،
كنت صرت بروفيسور والله. الله عليك يا عياش، بروفيسور مرة واحدة. لك مين مفكر حالك؟ الضابط وصل. قوم قوم ولك. يلا امشي امشي ولك. يلا ولك تحرك. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام سيدي. تحرك ولك. وعليكم السلام. قلبك قوي ما شاء الله، حلال عليك. تعب لك. يلا ركب ركب يا خاين، دفس. الإنسان هو اللي بيلاقي الوجه الثاني من الحياة، علقان بين وجدانه والمستقبل، علقان بين الحياة والموت. بس لما بيفكر شوي بيعرف إنه الخوف من الأجل ما بيفيد، بالعكس بالخوف بتعطي القوة للجبناء اللي مثل عدنان، وبتضل تتفرج على قتل كتير من الناس. يمكن طلعت خارج الروتين، بس متأكد إنه وقفت عجلة لخطة كبيرة، ويمكن كمان صرت المانع إنه مئات الشباب عم يطلعوا على الجبل. شغل كبير اللي عملتوه، الله يرضى عليكم. شكرا سيدي. تفضل تفضل. الله يفتح طريقك يا سيدي. طلع رجال حساس كتير، حيي انت كمان. زيدان والله طلع منه صوت. طالع صوت. برافو. انا صلحته. برافو, برافو عياش. عملته. عزو علي كرمه، عم تسمعوني؟ صوت مسموع؟ عزو سمعان صوتي؟ يا صافي وين رحت؟ وينك هلا؟ عدنان عدنان انت وينك؟ لا ايدك عدنان، ما عاد حدا ياخدك من ايدي هلا. عدنان وينك؟ لا ما شو جابه تضرب يا هالصوت البشع. عدنان وينك؟ عدنان خليك قاعد عائل لحتى ارجع لعندك. عدنان وينك؟ عدنان افتح هذا الباب. شو صار؟ ليش عم تصرخي هيك؟ اللي وينه عدنان؟ وينه؟ مين قصدك؟ اذا عن حسن بعته على المركز رح يحققوا معه. فهمني كيف بتعمل هيك؟ كيف بتعمل هيك؟ اصلا دمرت حياتنا، على الاقل اترك بنتك تنبسط بحياتها. بتعرفي انه ما رح زوج بنتي لواحد كردي ارهابي؟ قلت لك اياها قبل هالمره. دايما بتقول انك بتكره الاكراد، اصلا انت واحد بتكره كل الناس اللي حواليك، لك انت واحد ظالم واناني. على الاقل لمره وحده كون منصف ولا تعمل هالشي. حرام حرام الولد وحرام بنتك. تمام بنان تمام، رح اتصل بالشباب هلا ورح يعملوا لازم هنن. اتفقنا؟ ايه معناتها اتصل فورا بسرعه. الو اتركوا له حسن ووصلوا له حد الضيعه كمان، مفهوم؟ من اليوم ورايح ما رح يقدر يظلم حدا حتى بنته. ديالا ديالا وطي صوتك، رح يعذبوها كتير لديالا ويمكن يقتلوها كمان، كله مشان يختبروك مشان يعرفوا إذا ذاكرتك رجعت لك ولا لا. ها جايين. دكتور دكتور في لشوف. شت شغل الأضوية لشوف. يلا شت. دكتور ليش نايم لحد هلا؟ شو ما في غير النوم؟ شو صار لي؟ وقعت على راسك.
فؤاد فؤاد اربطوا لي عيونه لهذا وبعدين جيبوا له مكان الاعدام. تمام سيدي الزعيم. لك علي عم تسمعوني ولك؟ مناح جابوني ولك؟ علوش علوش هذا زيدان اخي زيدان اخي زيدان عم تسمعوني؟ مين انت كمان؟ انا زهرة اللي من ضيعة رشيد اغا طارق وديالا بورطة هنن بالمعسكر. دخيلكم ساعدون دخيلكم. شو عم تقولي؟ ديالا شو عم تساوي هنيك؟ ولا لا تكونوا ناصبين لفخ كمان؟ ديالا اجت كرمال تنقذ الدكتور طارق. حاولنا نجي لعندكن بس ما قدرنا قامت اجت لحالها مسكوها وهلا رح يقتلوا اثنين. دخيلكن عجلوا. تمام اختي رح نلحقهم فورا بس بدي اياكن تحاولوا تسيطروا على الوضع لبين ما نصل نحن. فهمتيني يا اختي؟ لك عياش هالموضوع واقف علينا واحد مسكين ومساعده. واحد مسكين ومساعده لحالنا منقدر نحل هالموضوع؟ مو طالع بإيدنا شيء، حتى لو كنا لحالنا لازم نروح ونساعدهن. عجل قبل ما نتأخر قول يا رب خلينا نروح. ولك يا حرامي هاي كلمتي أنا ما بسمح لحدا يسرقها. ما بسمح لحدا يسرقها فهمت يا مزوير؟ حطها براسك. ماشي يلا يلا امشي يلا امشي يلا يلا أوام أوام يلا امشي. هاي المرة شو عم تعمل هون كابتن زعيم؟ عود لك قلت لحالي مو معقول نعذبك إلك بس جبناك لتتفرج شوي كمان. ما ضل عنا بوشار بس بعد شوي رح أورجيك راس مفجر. راس المرأة اللي ما بيلك يعني. بلش ضرب هلي ضرب أكتر أكتر أضرب أضرب أضرب. شو دكتور ما صار شي جواتك أبدا؟ طبعا زعيم بس ليش عم تعملوا هيك ما عم افهم. هاي المرة ليش عم تستخدموا ضدي وبسببي؟ لك دكتور يا اما انت ممثل بياخد العقل يا اما انا لازم اترك هالشغل كله. ضربوا لك ضرب 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 ما بدي اياك تشفع عليها. يا عم العمى شو قلت انا؟ ولك طلع من تمي كلمة شفاء العمى؟ في في اه
لو شو ما صار يصير لا تتركوا هالأرض، لا لا تتركوا هالأرض أبدا. بدي إياك توعدني يا حسن، وعدني يا عيون أمك، ما تترك هالأرض لحتى الأعداء يطلعوا منها. عن الأم والزوجة والأخت وعن الأرواح مستعدين تتخلوا؟ مستعدين. شو لك؟ مالك حاسس بشي بنوب؟ كتير مؤلم وما في رحمة هذا الشي اللي عم تساويه يا زعيم، حرام عليكم. ليش عم تعملوا هيك ما بعرف، بس حرام هاي المرأة الفاضية عم تضربوها. قلت على الفاضي؟ ها؟ لكن على الفاضي. وقف. يلا أخي زيدان يلا عجل. لا تخافي يا بنتي، إن شاء الله بيلحقوا. آه يا صافي آه، لك بس فهمني ليش جنيت هلأ؟ كان وقته هلأ آه؟ كان وقت جنانك؟ قوم يلا، قوم يلا. أنا متت يا أخي، متت، انتهيت، ضاعت رجولتي وضيعت كل شيء بحياتي. ما عاد حدا يقدر يعمل لك شيء، ما حدا، ما حدا. كيف صار هيك؟ كيف لك؟ كيف بغيب عن عيونك؟ لك أنا ما ضيعته، طلع من المخفر ولسه ما رجع. معناها رح ياخده بنفسه على المركز. الله يلعنه، الله يلعنه. ليش دائما عم يصير هيك معنا؟ اصحك تقوم بأي حركة غلط. اصلا ماسك حالي بالقوة لحتى ما اضغط على الزناد. اقعد هون، اقعد هون، اقعد. اخي تعال هون. كلم شو لهاد. انت اطلع لبرا وسكر الباب وراك منيح. انا وعدنان بيك عندنا شغل خاص، دور التعذيب صار عندك عدنان افندي، بس ما رح تموت بهي السهولة. اللي عملته بعائلتي واللي عملته بالناس حسابهم وحدة وحدة، ورح تموت وانت عم تعذب مثلهم. اللي عملني هيك شفت شو صار فيه ولوين راح. ليك ما بعرف مين انت بنوب، بس يلي عم تعمله غلط. ما بتعرف مو هيك؟ ها؟ طلع طلع بعيوني منيح، طلع اللي عملت منه وحش واللي طالعته من الإنسانية. شايفه؟ ها؟ شايفه؟ لما بيخلص شغلي منك ومع كل هذا الألم راح أحرقك حتى تولويل تماما مثل بنتي سحر ومثل مروة. راح تحترق، راح ادوقك جهنم بالدنيا يا ندل. زعيم شفت بعينك، ليش عم تطولها اكثر؟ لا تاكلي يم، هلا رح نعرف اذا عم يمثل ولا بالفعل مو متذكر اي شيء. دكتور هلا اجى الدور مشان اثبات جدارتك بالتصويب. هذا الاعدام انت رح تعمله. ليك السلاح هيك بتمسكه. بتعين ولهون وهي الاخيره، بعدين بينتهى هذا الحب المؤلم. يلا نشوف. أوس زعيم
أنا ما بقوص مرة ما أنا مسلحة، تعرفني منيح. شو يعني ما بتقوص ولك؟ بدك تقوص، رح تقوص، قوص! زعيم أنا هاي المرة ما بعرفها، بس بعرف شو اللي عم بتحاول تثبته، رجال ولا مرة؟ بدون سلاح أنا ما فيني أقوص حدا نهائياً. ولك، ولك! زعيم، زعيم الدكتور معه حق. منيح، ما دام الدكتور طلع معه حق معناتها انا بحل الموضوع. ها ولا حاسس بشي ولك؟ اللي حاسس بشي؟ لا تعملها طارق، دخيلك تركني موت لحتى ما تروح جيتي لهون هالفاضي، تركني موت لحتى انت تعيش، تركني موت لحتى تعيش آلاف الأرواح اللي رح تخلصها. دي على وحدة وبتموت، بس خلي آلاف الأرواح تعيش. إذا حياتك مربوطة بموتي بموت ألف مرة. ما رح أقدر أعملها يا ديالا. أعطيني إيدك رح تعيش. لا! ديالا! شو هالحب كله لدرجة انه مالك منتظر مني ولا نظرة؟ يا الله اعطيني قوة لأتحمل، اعطيني من الصبر اللي اعطيته لسيدنا ابراهيم عليه السلام. يا ربي تساعدني يا الله، بس انا مو بهي القوة ابدا. يا ربي دخيلك اعطي القوة لديالا يا ربي دون ما تتعذب. إبراهيم الأمر إنه يضحي بابنه بالمنام، ولأيام طويلة ظل عم يحلم بنفس الحلم لحتى وفى بوعده لله. قبل ما يولد ابنه إسماعيل كان داعي ربه إذا الله رزقه ابن ذكر إنه يمنحه في سبيل الله. ضحى بابنه يعني عمو عبد الله؟ كان على الطريق ليعملها، لأنه ابنه إسماعيل وهبه لله، وهو قال كمان إذا بالفعل هذا أمر من الله أنا كمان ما رح أتردد إنه مد رقبتي، وقال أنت اعمل اللي أمرك فيه الله يا بابا، إذا الله بده بيحقق كل شيء. الإنسان بيتخلى عن الروح وعن الإبن كمان. الشيطان بالأول راح لعن سيدنا إبراهيم وحاول إنه يخليه يتراجع، بس سيدنا إبراهيم ما تراجع أبداً. مدام سيدنا إبراهيم ما تراجع راح لعن سيدنا إسماعيل وقال له إنه راح يقتلك وما قدر يخدعه. الشيطان ما تراجع وشو ما حكى ما قدر إنه يخدعه. طبعا سيدنا إبراهيم أخذ السكين بإيده وبكل هدوء أخذ ابنه وحطه تحت واحدة من الشجر. إسماعيل راضي عن هذا الشيء، في مثل إنه الواحد يروح في سبيل الله. اطلع بعيون ابنه وقال يلا بسم الله، وإسماعيل قال لأبوه ما دام الأمر من رب العالمين نحن علينا الطاعة. سيدنا إبراهيم عليه السلام ما تراجع وكان رح يسحب السكين على عنقه
الله ما كان بده يا يموت، أرسلوا وحي والملائكة مسكوه لسيدنا إبراهيم وقالوا فرح يا إبراهيم، فرح من قلبك، الله راضي عنك وأنت أرضى كمان. بس قل لي يا شيخ عبد الله، ليش الله ما سمح له؟ يا ترى هو ما كان بده يضحي فيه يعني؟ المسألة مو مسألة التضحية بإسماعيل يا ابني، المسألة إنه تتخلى في سبيل الله عن الابن والأم والزوجة والثروة، المسألة إنك تتخلى عن الدنيا بحالها. يلي بيتخلوا عن الدنيا بسبيل الحق الله أكيد ما بيضيعهم يا ابني، ربنا بيحب اللي بيحبه والملائكة بتعشقه، شو بدك أحسن من هيك يا إبراهيم؟ هذا ليش ما عم يقويس؟ ليش ما عم يقويس؟ ها؟ هالمرة تمام لك؟ هالمرة أدعي لربك الله يحط الرحمة بقلبك. ها؟ لما بيكون في شي بتمك لا تحكي. روح الله يحط الرحمة بقلبك الحجر يا زعيم. انقبل دعائك يا ممرضة. ليكي كنت رح فضي 3 رصاصات براسك بس هلا رح أوس واحدة بس. يلا أدعي لشوف. ولك هذا ليش ما عم يقوس؟ زعيم شو عم تعمل؟ رح تقوس حالك، شفت بعينك مو متذكر شي، ليش لسه عم تحاول؟ بعدي هاي المرة بدها تموت، بدها تموت. ولك هدول الرصاصات رطبين، ليش ما عم يقوصوا لك؟ بالمخزن في تسريب بسيط، يمكن منها بيكون البارود ترطب. بسرعة اعطوني رصاص تاني لشوف. لساتك مو مصدقني؟ بكفي بقى اترك المخلوقة، لا عاد تعذب هالمسكينة بسببي أنا. أنت خراس لك، صرعتنا بالضمير تبعك لعمة. أصلاً شو ما حكيت هاي الممرضة مستحيل تكون بريئة، أنت خزلت ثقتنا فيك يا دكتور، مشان هيك لازم تسكت.